يكون التغيير على مستوى أسعار الفائدة وإنما الحديث المنتظر، هل سيغير الفيدرالي من لهجته فيما يتعلق بإبقاء الأبواب مفتوحة لاحتمالية تشديد أكبر في السياسة النقدية، أم سيخفف من شأن مستويات التضخم وتأثيرها في المدى المنظور على تغيير السياسة النقدية؟ أعتقد يعني نوعا ما هذا إعلان نجاح فيما يتعلق بالسيطرة على التضخم، وأنه عند مستويات أسعار الفائدة الحالية ممكن أنه نشوف التضخم يصل إلى المستهدفات عند 2% بطريقة أسرع. أعتقد ممكن بشكل كبير جدا أن الفيدرالي الأمريكي يتخلى عن فكرة رفع أسعار الفائدة، وفي مجموعة إيكوتي إحنا يعني رأينا توجهات العملاء إجمالا في الآونة الأخيرة هي إلى أنه التغييرات الكبيرة من الفيدرالي أصبحت يعني فيما يتعلق بأسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية وصلنا إلى ذروتها، ومن ثم ممكن أن نشوف الأفق القادم هو سياسة موردوفيش أو سياسة تيسيرية ربما قد تكون إبقاء أسعار الفائدة على المدى المتوسط ربما إلى الطويل عند أسعارها دون تغيير، ومن ثم البحث ربما عن تقليصات أكبر في أسعار الفائدة. هذا هو النهج الحالي الأقرب للتحقق. رأينا ارتفاعات مستويات التضخم الأخيرة لم تكن بالشكل الذي يؤثر على توجه الفيدرالي الأمريكي نحو رفعات أكثر بأسعار الفائدة، شفناها عم ترتفع التضخم عند 3.7 ولكن عن أعلى من التوقعات، ولكنها لا تزال نوعا ما في مجال السيطرة، وربما نشوف بمستويات أقل حتى مع مطلع تعاملات. بالتالي اجتماعنا اليوم لن يسفر عن أي رفعات، واجتماع ديسمبر أعتقد من الصعب أن يكون فيه عن التغييرات كبيرة. رائد، بالإضافة إلى ما يراقبه الفيدرالي كأرقام سوق العمل وأرقام التضخم، هناك أيضا نقطة مهمة المستثمر يراقبها وهي نتائج الشركات. إحنا الآن لو تحدثنا عن الـ S&P 500 حوالي 279 شركة أعلنت عن نتائج أعمالها. نحن نتحدث أيضا عن 78 من هذه الشركات أعلنت عن أرقام أحسن من التوقعات، وبالتالي الشركات لم تتأثر إجمالا إذا ما صح التعبير عن ما قام به الفيدرالي من سياسة التجديد ورفع الفائدة. هل هذا يعني أنه إحنا بنينا ريزيلينس من ما يجري على مستوى سياسة الفد، وهذا لربما يشجع أيضا الفيدرالي أن يستمر في هذه في هذا النحو إذا ما لم يرى أي تغيير على مستوى التضخم؟ معطيات الاقتصاد الأمريكي فاطمة كانت جيدة جدا خلال الفترة الماضية، وجميع يعني الباسيف خلينا نقول مانجرز أو المدراء المحافظ الذين يتبعون المؤشرات كان أدائهم جيد وبشكل كبير جدا وليس بعيدا حقيقة عن أداء المدراء النشطين. نحن عم نشوف أنه التوجهات كانت في الفترة الماضية كانت نحو مزيد من المخاطر في أسواق الأسهم، حققت أسواق الأسهم الارتفاعات في ظل تحسن أيضا كذلك في بيانات الاقتصاد جزئي، يعني سواء كان اللي عم يتبع مؤشرات الفاندمنتلز أو اللي عم يتبع المؤشرات الفعلية في الأسواق، عم نشوف الاثنين عم يتحركوا بأداء إيجابي في الولايات المتحدة الأمريكية. وهنا نقطة مهمة أنه يجب يعني عند هذا الأداء ربما بعد ذلك سوف يكون الضغط أكبر في عملية تجديد السياسة النقدية سيؤثر على هذا النمو، بالتالي يحتاج الفيدرالي للحفاظ على هذا النمو فترة حالية، ربما إبقاء أسعار الفائدة عند حالها أو أقل من ذلك.